السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راجع لكم بوصفة تحفة جدا جدا في تفتيح الوجه والجسم كله، الأكواع والركب، ونتيجتها روعة وسحرية. من أول يعني من بعد 5 دقايق هتجيب معاكي نتيجة روعة، مهما كان جسمك شديد السمار ومهما كان عندك غمقان في كل المناطق زي الأكواع والركب القبطين او كده، او اي مكان هيبقى بياض زي التلج وفي اقل من 5 دقايق. كمان البنات اللي بتحط ميك اب كتير جدا، الوصفه دي لما تداومي عليها هترمي كل الميك اب اللي عندك، ومش هتضطري تحطي اي نوع ميك اب لانها هتخليكي بيضه جدا وتديكي نضاره روعه جدا وفوريه في وشك، وهتفتح معاكي الوش من 3 لـ4 درجات، ومع المداومه هتخليكي بيضه زي التلج زي كمان الحليب يعني. كمان مكونات الوصفة دي موجودة في كل بيت، مش هتجيبي اي حاجة من برة، مكوناتها سهلة جدا ورخيصة. بس قبل ما اقول الوصفة ما تنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هجيب كده الطبق بتاعي بالشكل ده كده، واول مكون انا هحطه في الوصفة هنا هو الزبادي او الياغورت، يعني في دول المغرب بتهيألي بيسموه الياغورت. الزبادي تحفة قوي للوش وللتفتيح، لان هو فيه مغذيات وفيه حمض اللاكتيك وفيتامين بي اللي بيفتح جدا جدا، والاهم من كده مضاد لشيخوخة البشرة، بيخلي البشرة تبدو اصغر سنا بسبب الحمض اللاكتيك اللي موجود جوه الزبادي، ومرطب قوي جدا للبشرة الجافة، بيزيل التجاعيد بطريقة رهيبة جدا جدا. هاخد معلقة كبيرة كده بالشكل ده من الياغورت او الزبادي، تقدري طبعا تضاعفي الكمية لو انت حد هيعمل معاكي الوصفة، اختك او مامتك. الوصفة دي تحفة جدا، بتبيض وكمان بتزيل اي حبوب في الوش واي خلايا ميتة بتقشر الجلد بطريقة رهيبة. تاني مكون هحطه في الوصفة دي هو النشا او المايوزينا او الكورن فلاور، تحفه جدا جدا يا بنات. اغلب الوصف اغلب الكريمات ومنتجات المستحضرات التجميليه بتحتوي اصلا على نشا، نشا بتخش في كتير من منتجات البشره، بيشد البشره جدا وبيبيضها عشان بيحتوي على فيتامين الف اللي بيفتح البشره درجات كتير جدا، وبيخفف اي بقع، بيشيل حب الشباب، وكمان بيشيل اي خلايا جلد ميته، وبيرطب البشره بطريقه كبيره جدا. هاخد برضو حوالي معلقة كبيرة من النشا او المايوزينا واقلبهم كويس جدا. الوصفة دي هتدعيلي جدا جدا عليها، مش هتصدقي النتيجة من اول استخدام. في تالت مكون انا هحطه بقى هو بودرة الاطفال، بودرة الاطفال او بودرة التلك، اي نوع بودره موجود عندك النوع ده كويس جدا. بودره التلك ليها سحر رهيب وفوائد لا تتخيليها لتفتيح البشره، بتنعم البشره جدا جدا، بتوحد لون البشره، بتشيل اي بقع في الوش، وبتزيل اي سمار في الوجه، يعني بتوحد لون البشره لو انت محروقه من الشمس وكده، بتفتحك جدا جدا، بتزيل اي حبوب. وكمان مش بس كده، ليها فوائد رهيبه في تثبيت المكياج لو انت بتحطي ميك اب، لو حطيتي بودره التلك دي قبل الميك اب تدي للميك اب ثبات رهيب جدا، وبتبيض الوش جدا جدا من اول استخدام، وبتطول الرموش كمان. انا يعني هتعمليها بالراحه عشان ما تعملش كده. هاخد يعني حوالي معلقة كده صغيرة الشكل ده كده من بودرة الأطفال. البودرة دي لو انت حطيها على رموشك بواسطة مثلا قطنة او بايديكي، مع الوقت من اول اسبوع هتلاحظي فرق رهيب جدا في طول رموشك وكثافتها. همزج المكونات كده كويس قوي، لازم تمزجيها كويس لان بيبقى فيها تكتلات بسيطة. هو ده شكل الكريم. الوصفة دي اوعدك من اول استخدام هتفتح معاكي البشرة بطريقة رهيبة جدا جدا. طريقة الاستخدام لازم تحطيها على وشك يكون نظيف مغسول كويس بالغسول المناسب لبشرتك، وبعد كده هنشفي وشك وتوزعي الخليط ده بواسطة فرشة او بايديكي بالشكل ده كده.
شوفوا اصلا بتدي بياض رهيب جدا اول ما بحطها. هتسيبيها على يعني هتحطيها على المكان اللي انت عاوزة تفتحيه وتبيضيه وتسيبيها لحد ما تنشف، لازم تنشف. بعد كده تغسليها كويس جدا، ولك ان تتخيلي جمال وروعة وبياض بشرتك و يعني نضارتها بعد الوصفة دي. ان شاء الله تجربي الوصفة دي وهتدعي لي، اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. طبعا انا نسيت اقول لكم الوصفة دي تمشي عليها مرتين في الاسبوع عشان تلاقي نتيجة روعة، يعني نتيجة يعني ما ينفعش انت تستخدميها مرة واحدة بس، لازم مرتين في الأسبوع عشان تلاقي نتيجة المرضية جدا. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.